واحدة بتقول أنا متزوجة من منذ 7 سنوات ولم أرزق بنسل، ويقول لي الأطباء يلزم عمل طفل أنابيب ولكني لا أريد، هل هو حرام؟ ولكنني فكرت في أن أتبنى طفل، فهل هذا يكون حرام؟ سبع سنين مش كتير، ممكن ناس خلفوا بعد 10 سنين وأكثر من 10 سنين. دي نقطة. تاني نقطة، كون انك تبتدي بطريقة طبية مش حرام، ما دام بويضة منك وحيوان منه من زوجك. اما حكاية التبني فقوانين الدولة لا تسمح بها، فان اردت انك تتبني هتتبني بقى بطريقة غلط، تعرفيش نتيجتها ايه.